اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور، ازي حضرتك؟ انت رابطهم كويس؟ تمام، كله تمام. اللي ده ذئب ده؟ ده ذئب. ذئب؟ ذئب انا جبل عمري في الرمادي. حياتي ما شفت ذئب. ده ذئب الجبل الرمادي. قبل اي حاجه انا احب اشكر حضرتك لان انا اصلا من متابعينك، وهقول لك على حاجه كده بسيطه. من فتره شفت حضرتك كان معاك بغبغان مستضيف ضيف، فقلت يعني انا نفسي اطلع مع الدكتور عمرو بصراحه، يعني كان نفسي ان انا اطلع مع حضرتك، فده شرف كبير وعظيم ليا بصراحه. انت نورتنا يا ابو اسيا، الله يحفظك. وعرفني من نفسك بقى، انت اسمك ايه؟ عندك كام انا سنه؟ اسمي علي رمضان، عندي 31 سنه، بربي حيوانات بريه من وانا عندي 7 سنين. 7 سنين. 7 سنين. كنت ايه بحب اللي خلاك تهتم بالحيوانات المفترسه يعني او البريه؟ شغفي وميولي ليهم ان انا احب اعرف معلومات عنهم اكتر، واشوف المعلومات الغريبه دي عامله ازاي وازاي ان احنا نروضها. فابتديت بقى المشوار من اول هنا، ان انا حبيت ان انا اروض الحيوان اللي ما بتروضش. طب يعني ممكن تعرفني بالحاجات اللي معاك كده عشان نعرف معاك ليه؟ تمام. ده ذئب جبل رمادي، عمرها 5 شهور. دي كانت جالي وهي لسه مغمضه خالص، دي ليها قصه طويله قوي. لو هي لسه مغمضه ما شاء الله. وطبعا واخده عليا، ما فيش خوف خالص ولا هدوء، وما فيش اي حاجه بالنسبه للافتراس بتاع البريه. اتحولت تماما لكائن اليف زي ما حضرتك شايف. في ذئب بيتحول لكائن اليف؟ طبعا اي حيوان يتحول لكائن اليف، بس لو احنا عرفنا يعني سلوكه في البريه عامله ازاي، لان الذئب يعني ليه سلوك كده وليه صفات جميله جدا، يعني بر لوالديه، ما بيتجوزش المحارم، ليه موضوع كبير. الذئب ايه؟ الذئب بار لوالديه. بار بوالديه؟ لما الاب والام بيعجزوا عن الصيد، الذئب الشباب اللي بتبقى طالعه بتروح تصطاد الفريسه وتوديها للوكر للاب والام. فدي من ضمن الحاجات اللي خلتني بجد يعني ازاي اربي ذئب؟ انا وما عايز عندوش اربي ايه في الكلب. المحارم؟ لا، ما بيتجوزش لا اخته ولا عمته ولا خالته ولا امه، يعرف ده. والانثى بتتجوز واحد بس، والذكر بيتجوز برضه واحد بس. يعني ما ينفعش ان بعد ما الزوج يموت هي تتجوز. وفي حاجه برضه غريبه جدا انا بستغربها في الذئب، لما حد منهم بيموت بيعملوا حداد. بيعملوا حداد على الكائن، على الزوج او الزوجه اللي ماتت. بتوصل الحداد من اول 3 شهور لحد سنه، وفي ساعات بيتبعوا اكتئاب حاد وممكن انتحار. فهو عنده وفاء رهيب. ولما بيصطاد الفريسه يا دكتور ما بياكلش هو الاول، بيخلي الاطفال هي اللي تاكل الاول. فليه ترابط اسري كده غريب. الذئب الوحيد اللي انا لما قرات عنه عن حياته البريه، ما بيتاخدش كحيوان اليف ان انت تتعامل معاه كأنه اليف، لا، انت بيتصاحب. بس انا عمري ما سمعت حد رب ذئب في بيته. ما هي دي الغريب بقى. انا جات لي اصلا، دي هي جت صدفه قبل ما انا يعني قارئ عنه من زمان. واحد صديقي من سوهاج لقى دول تحت بيته عند الجبل، هم بيعيشوا في الجبال، فكانوا مغمضين. فقال لي يا باسيا يعني الحقهم هيموتوا، كان عمره 12 يوم اعتقد. كنت جايبهم حاجات صغننه كده بس، اكلتهم بقى والحمد لله رأيتهم، هوصلها للبريه ان شاء الله لما تكبر. طيب يبقى احنا اتعرفنا بالذئب اسمه ايه؟ كيتا، اسمها كيتا انثى. اوكي، وايه تاني؟ معايا الثعبان الاصله، ده تعبان هندي بيوصل طوله 3 متر واكتر كمان. ما بيعضش، ولكن هو بيلف على الفريسه لحد ما نبضات قلبها تقف ويبتدي يتلحى، لان عنده عصب شديد جدا. دي بقى بتتجاب تصوير، بس هي هاديه ما بتعملش اي حاجه. في برضه عندنا العقاب. ده ايه بقى ده؟ ده عقاب السهوب، اللي هو العقاب الاستيب. اسمها عقاب؟ عقاب. انواع من انواع الجوارح، بيتغذى على الطيور وعلى الارانب، على الغزال، على الثعالب. ومعانا برضو التمساح النيلي، تاني اكبر تمساح في العالم، بيوصل طوله من 5 متر ل 6 متر ونص، وزنه بيبقى 410 كيلو جرام. ده سنه قد ايه ده؟ ده 3 سنين. 3 سنين. امال امتى بقى يكبر بقى هو بقى مع العمر الافتراضي من 50 ل 60 سنه، وبيعدي كمان عن كده. معانا مين كمان؟ معانا بقى نسناس، قرد فرفت، الموطن بتاع السودان، ده عمره 3 سنين. معانا ايه كمان؟ ومعانا اجوانا. اجوانا دي ايه بقى؟ الاجوانا دي بقى يعني حاجه مصغره كده من الديناصورات، انا شايفها كده سبحان الله. الديناصورات؟ هو لسه في ديناصورات؟ شبه الديناصور بالظبط في تفاصيله. هوريها لحضرتك. وريني كده. اركن بس الثعبان من مكانك. من مكانك يعني؟ هتوريني من مكانك. طيب. انا ممكن يعني ادخل الثعبان. مش توريني تجيب لي. كنت عايز اجيب الكيس بس. انت عايز تسيب التعبان ورا؟ لا لا، احطه في الكيس بس بتاعه. عشان نقعد بقى نشرح الحاجه بتاعتنا. بس خليك هنا.
اوبا. اه بص بقى يا دكتور، بس يا كيتا تعالي هنا، المنظر بتاعها مختلف تماما عن اي يا جميله ما شاء الله انواع سحالي. شكلها شبه الدنيسورات زي ما حضرتك شايف. شكل ايديها طبعا، بس يا كيتا الديل نفسه دي في البريه لو مش هاديه بتضرب بديلها، بتدافع يعني عن اي فريق مطارده بتجيلها عن طريق الديل، ضربتها قويه جدا. بس دي بقى بتبقى هاديه كده بنطلعها برضو. دي قاتله في البريه. طبعا. والديب ده قاتل في البريه، والتمساح ده قاتل في البريه طبعا، يعني اغلبهم القرد. القرد غلبان ولكن بيتروض برضو، هو بيبقى شهادي. طب قرد غلبان زي دول عايش مع يعني الحاجات المفترسه دي ازاي في بيت واحد؟ كل حاجه ليها مكانها المخصص، يعني التعبان ليه حوض، التماسيح ليها حوض، العقاب ليه مكان، القرد ليه مكان،